مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. في بداية حلقتنا النهاردة في حاجة حصلت كويسة جدا وتعاون واضح وتعاون لازم نشيد بيه بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم. الرياضة دايما بتبدأ من النشأ، اتفقنا على كل ده في الحلقات السابقة، لكن النهاردة كمان في بروتوكول بيتوقع بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم علشان لعبة كرة اليد في وجود دكتور حسن مصطفى. حاجة مهمة جدا ان وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم يتحدوا ويخشوا يعملوا تعاون مشروع المليون لاعب. هو ليش معنى كرة اليد اللي اختاروها؟ عشان كرة اليد عندها انجازات في اخر وقت، فعلا عندها انجازات كتيرة جدا، عندها انجازات بحققها في بطولات افريقية وعربية وكمان عالمية، فعلشان كده وقعوا البروتوكول ده. البروتوكول ده حاجة مهمة جدا يكون عندنا مليون لاعب. ليه يشتغلوا في كرة اليد؟ عشان يوسعوا القاعدة. توسيع القاعدة دي حاجة مهمة جدا، لأن كل ما القاعدة تبقى كبيرة طول ما يطلعوا عندنا نجوم كثيرة جدا، وكمان نقدر النجوم دي قلت قبل كده كتير جدا، كل ما يكون عندنا نجوم كتير وعندنا مساحة أكبر للاعبين، في لعيبة تخرج تحترف ولعيبة بتلعب داخل الدوري المصري، ودي حاجة مهمة إن يكون عندنا قاعدة كبيرة منتخب مصر يقدر يختار منها، دي شيء مهم جدا. الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة الأستاذة إيمان حسن وكمان الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وقعوا البروتوكول في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. تعاون جميل، تعاون مثمر، يا ريت كل الاتحادات المصرية تعمل ده مع الاتحاد الرياضي المدرسي علشان يوسعوا القاعدة، الرياضة ترجع مرة تانية في المدارس. مش لازم الرياضة تبقى جوه الأندية فقط، لأن الرياضة جوه الأندية فقط بتختصر ممكن تختصر على ناس معينة بس، لكن إحنا لما نوسع القاعدة كمان في المدارس تلاقي القاعدة كبرت جدا، فتقدر تختار دايما بتفرغ للأندية بيتمرنوا في المدارس ويلعبوا رياضة في المدارس، كمان يفرغ لأندية كثيرة جدا، ففي الآخر نلاقي عندنا القاعدة اللي بنختار منها قاعدة كبيرة للمنتخبات المصرية وهي الأهم. دي حاجة مهمة جدا جدا، أكيد بنبارك لهم وأكيد بنقول لهم ألف مليون مبروك، ونتمنى اللي جاي يكون لكل الاتحادات المصرية. هنبدأ أخبار النادي الأهلي، وأخبار النادي الأهلي النهاردة معانا خبر وبداية من كرة اليد وتعادل فريق كرة اليد سيدات مع نادي سبورتنج. تعادلوا 20-20 في ختام الدور التمهيدي. المؤشرات مش ماشية، لكن دايما بندعم فرقنا، بمعنى إن النهاردة بنات كرة اليد خسروا منطقة القاهرة والنهاردة بيتعادوا مع سبورتنج. من سنين مضت ما حصلش ده، لكن أكيد في حاجة في الفرقة بقيادة المدير الفني كابتن ياسر أكيد بيعالج ده، لأن احنا عارفين عندنا كلنا الثقة في بنات كرة اليد وسيدات كرة اليد. الماتش اتلعب يوم السبت على صالة نادي سبورتنج في اسكندرية، وكان في غيابات بالنسبه للنادي الاهلي، برضو لازم نقول ان كان في غيابات، يارا شحاته وامين عاطف كان غيابات، واثنين لاعبات برضو مهمين جدا داخل فريق ياسمين عبد الرحيم وفريده هاني، دول كان عندهم امتحانات نص السنه. احصائيات الاهلي او اهداف الاهلي، ساره حسام 7 اهداف واسراء السيد 6، نصر عيد 4، منى خالد وليلى وساره الخولي كل واحد منهم هدف. بكده النادي الاهلي صعد من المجموعه الاولى ومعاه نادي سبورتنج ونادي الطيران ونادي الجزيره، صعدوا للدور النهائي، كل ده كانت مباراه تمهيديه في الاول، وصعد للدور النهائي وكمان صعد من المجموعه الثانيه الشمس والزمالك وسموحه ونادي المعادي. بكده دول 8 فرق صعدوا للدور النهائي. هيلعبوا دوري رايح جاي، وهو الدوري الاهم والدوري الاقوى، وهو الدوري اللي هو هيبتدي يشتغل عليه ويكسب بطل الدوري. الماتشات اللي جايه 14 ماتش النادي الاهلي يلعبهم رايح جاي، هو ده الاهم. نتمنى لهم التوفيق والتركيز داخل المباريات، مهمه جدا جدا ان انا اركز في كل مباراه. المباريات اللي جايه بالنسبه لفريق كره اليد سيدات مباراه كؤوس، لان احنا فعلا الموضوع عندنا مش هيقدر في اللي جاي. الماتشات اللي جايه ماتشات قويه جدا وكل الفرق مدعمه عارفين، لكن اكيد سيدات كره اليد برضو قد المسؤوليه. هنسيب كرة اليد سيدات ونروح لكرة اليد رجال، كرة اليد رجال واستعدادهم واستئنافهم للمرحلة القادمة بإذن الله، لاستعداد لبطولة الدوري وكأس مصر وكمان البطولة الأفريقية اللي هتقام في شهر بإذن الله 4. هيبدأوا استعداد، حصلت أسبوع راحة، 10 أيام راحة مع من الخواجة أو المدير الفني أولا لاندجرين، إدى 10 أيام راحة بالنسبة للفريق، وكمان
بدأ لعيبة المنتخب، لأن في لعيبة المنتخب حوالي 7 لاعبين داخل المنتخب المصري متواجدين دلوقتي داخل المنتخب المصري بيستعد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد في طوكيو 2020. بطولة هتقام في تونس في الفترة من حوالي 16 لآخر شهر 30 يناير. اللعيبة أحمد عادل ومحمد عصام الطيار، أحمد خيري، إبراهيم المصري، ويوسف معرف في المنتخب التونسي. طبعا عندنا إصابات داخل لعيبة الأهلي، ودي حاجة يعني صعبة جدا. اللعيبة دي منهم كابتن إسلام حسن اللي هيقعد 4 شهور تقريبا، هيرجع لآخر 3 أول 4 اللي جاي. وفي كمان في التدريبات متصعدين أو بيتمرنوا مع المدير الفني السويدي أربع لاعبين، سيف هاني وعبد الرحمن حميد وعمر عطية وكمان ياسر سيف، كل دول متصعدين للفريق أو بيتمرنوا معاهم. تعال نروح لتقرير مع كابتن يحيى يوسف ونشوف قال إيه في فترة الإعداد الجديدة للمرحلة القادمة بإذن الله ومباريات دوري العام وكاس مصر والبطولة الأفريقية. طبعا احنا الدور الأول مفروض ان هو خلص في شهر 11، بعد كده خدنا اتمرنا حوالي 22 يوم وبعد كده خدنا راحة، لسه جايين من راحة، لسه أول تمرين كان امبارح. طبعا المرحله اللي فاتت دي كانت مرحله تمهيديه، المفروض ان احنا هم خلاص كاتحاد عمل وزع خلاص من اول 8، احنا من اول 8 نلعب دور من دور اول وكده، بكل واحد داخل بنتائجه. هو طبعا الزمالك الاول واحنا الثاني في النتائج. لسه طبعا كل فريق فينا هيلعب 7 مباريات اللي هم الثمانيه اللي هم الثمان فرق. طبعا المرحله الجايه احنا بنبدا اصلا فتره اعداد من اول وجديد وكده، بس النهارده فاني شويه، النهارده فاني وامبارح شويه، بقى هبدا ان شاء الله من بكره الدنيا تختلف. كمان ان احنا فريق بيكتمل الحمد لله، ما عندناش اصابات، نحمد ربنا الحمد لله. عندنا بس اصابه اسلام حسن وده كابتن فريق ومن الاعمال الرئيسيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر كمان، ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه. عندنا يوسف معرف في المنتخب التونسي بس ما فيهوش الحظ، فراجع ان شاء الله كمان كام يوم كده ان شاء الله يرجع للتمرين. بس الفريق كله كان الحمد لله راجع كويس، الحمد لله كويس بعد الراحه السلبيه اللي هم كانوا واخدينها. بنفرض اعداد جديده ان شاء الله اول مباراه لنا ان شاء الله هتكون 6-2، ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. اول حاجه من دور المدرب اصلا عموما، ازاي تدخل الحته النفسيه، ازاي تعاملهم الحته النفسيه في التمرين وفي المباريات كمان، بيبقى دي طبعا المدرب بيبقى المفروض ان هو دارسها، بيبقى عارف ازاي يتعامل في الحته النفسيه دي في ايام الاعداد البدني او يكون فيه في وسط المباريات. الاعداد البدني بالنسبه لنا طبعا ده الاساس اللي هو بتركز عليه على مدار الموسم عشان اللعيب ذات نفسه يفضل واقف على رجليه طول المباريات، اللي انت بتبقى حمل بدني وحمل في قوه، يعني اذا كان في جيم او في ميدسن بول، غير طبعا الحمل البدني اللي هو بالكوره او بالجري. طبعا الحاجات دي مهمه جدا ان اللعيب يفضل واقف على رجليه طول الموسم او طول المباريات لفتره ممكنه. طبعا بيختلف من لعيب للعيب وكده الحمل البدني بتاعه عشان التوازن الجسماني بتاعه، بس هم بيقعدوا كلهم مع بعض. طبعا احنا اصلا اوريدي عاملين قياسات في الجيم وعاملين قياسات حتى في الجري، كل واحد ليه طايله معين كده بيخش عليه في التمرين. المرحله الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها ان احنا بنعد من دلوقتي لغايه يوم 6-2 ان شاء الله، هيتخللك حوالي ماتشين او 3 ماتشات او مباريات يعني، بحيث ان احنا نخش على الدوري او الدور الثاني المفروض اللي هو النهائيات دي ان شاء الله بشكل افضل شويه ان شاء الله. طبعا احنا كنا في فتره توقف الفتره اللي فاتت الاسبوعين اللي فاتوا، ولسه بادين تمرين امبارح، فالتمرين هيبقى خفيف في الاول عشان الناس راجعه من فتره راحه بس، والامور مستقره. في 5 أو 6 لاعبين مع المنتخب وفي 2 مع تونس، فاحنا حوالي 10 لعيبه بنصعد معانا الباقي من موجود من 2000 عشان نكمل يعني التمرينه تبقى فيها عدد اكتر. طبعا كابتن يحيى بيبقى ليه طبعا وجهه نظره ومدير فني على مستوى عالي، طبعا بيبقى في توجيهات، بس حاليا احنا يعني توجيهاتها بقى اكتر بدنيه مش فنيا. احنا برضو لسه فنيا دي هنقعد 10 ايام عشان ندخل في الموضوع الهاندبول. احنا الحمد لله بدانا بقى لنا 3 ايام اهو، نزلنا تدريجيا، مش عايزين ننزل مره واحده عشان الحمل بس يجي تدريجي. بس هو ان شاء الله الفتره الجايه هناخد مثلا يوم في الاسبوع راحه، هنكمل عادي تمريناتنا جيم وتراك كده،
اول ما الرجاله بتاعتنا يرجعوا من المنتخب هم طبعا هيبقوا في حمل عالي عشان هم في المنتخب وكده، فداخلين على مباريات وهم عاملين معسكرات، فاحنا اكيد طبعا الحمل بتاعهم زينا عشان احنا خدنا راحه 10 ايام ولا حاجه. فيعني احنا ان شاء الله كده نخش المسابقه ان شاء الله كده يعني واقفين على رجلينا عشان الماتش اللي جاي مهمه. طبعا كابتن يحيى مش من دلوقتي، لا بدري من اول الموسم معانا، هو اللي ماسك الاحمال وهو اللي ماسك يعني نظام الفرقه، يعني متدخل معانا كتير وهو مساعد الفرقه. ف الفتره اللي جايه دي طبعا كابتن يحيى هيبقى ما يعني عشان احنا المدرب بتاعنا الخواجه في منتخب فنلندا، فهو هيبقى ماسك طبعا التمرين يعني 100%، مش هيبقى يعني هنخش هاندبول ونخش كل حاجه، هو بيتدخل في كل حاجه. فان شاء الله يعني هو كابتن يحيى طبعا مدرب جميل طبعا، ويعني مش يعني مدرب كبير جدا في الهاندبول. يعني زي ما شفنا قدامنا في التقرير فريق كرة اليد وفريق كرة اليد محير الجميع، لكن انا هتكلم كلام واضح جدا بالنسبة للجمهور كمان النادي الاهلي. النادي الاهلي واحنا لعيبة وهم دلوقتي كمان موجودين، احنا بنلعب لاخر نفس، مفيش حاجة اسمها احنا خسرنا بطولة، احنا لسه بنلعب جوه البطولة، وعندنا رجالة يقدروا يحافظوا لغاية اخر ثانية واخر ماتش، بعديها نتكلم. مفيش حساب ماتش بماتش، حساب ماتش بماتش بالنسبة للاعبين صعب جدا، صعب جدا ان كل لاعب يلعب ماتش يخسره يتعادل يحصل مشكلة الناس تقوم عليه، صعب جدا، أي بني آدم ما يستحملش ده. صدقوني بكلمكم من واقع لاعب داخل النادي حاسس بنبض اللعيبة دي، اللعيبة دي مش عايزة أحسن اللي هي تعمل أحسن مستوى عندها، بس أي بطولة في الحياة بتخلص مع صفارة آخر ماتش للحكم، ما بتخلصش جوه السيزون، لو خلصتها جوه السيزون بتقلل نفسيات اللعيبة. لكن أنا بقول لكل اللاعبين إحنا بنلعب لآخر نفس، إحنا بنروح لاخر نقطه وهي صفاره الحكم في الماتش الاخير، نتكلم بعديها، نبتدي نشوف السلبيات والايجابيات فين. لكن احنا طول ما احنا كل شويه بنقول للعيبه انت خسرت، انت غلطان، انت ما ينفعش. ما حدش بيستحمل ده، اي واحد في شغله داخل شغله نقد 24 ساعه مستحيل يقدر يشتغل. ما بتكلمش على الرياضه، بتكلم على الشغل كشغل، اي واحد فينا لو قعد ينقده 24 ساعه ما يقدرش، ما يستحملش. بطالب الناس كلها ان هي تدعم فرقها، بتدعم النادي الاهلي اللي بتحبه، لان اللعيبه دي بتكسب وبتخسر، مفيش حد بيكسب على طول. لكن في التاني بقول ان اللعيبه دي بتلعب لاخر ثانيه، اللاعبين لازم يعرفوا قيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي اللي هم بيلعبوا بيه، فلازم نقول لهم لغايه اخر نفس بنموت نفسنا على كل حاجه، علشان في الاخر ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقكم ويبارك لكم وكل الجمهور يبقى سعيد بيكم. هنسيب كره اليد وهنروح لكره السله، وراح 24 ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأهلي خسرها امبارح بنتيجة 78-76. راح 24 ساعة لم الشمل مرة أخرى، أكيد في أحمال لكابتن أشرف توفيق، أكيد بيتكلم مع لعيبته. وفي الآخر الماتشات دي كلها عبارة عن مرحلة ترتيبية للفرق، بمعنى إن الأول في الآخر خالص بياخدوا الأول، بيرتبوا الفرق من الأول للثامن ويبتدي يلعبوا الماتشات الأهم والأقوى بالنسبة لكل فريق. اكيد في جنب بيقول لا احنا لازم نكسب علشان نخوف مننا الفرق والفرقه تبقى عامله حساب، لكن انا بقول ان فرقه النادي الاهلي بتستعد بقوه للمرحله الاخيره في دوري السوبر باذن الله. كل امنياتنا الطيبه ليهم بالتوفيق، مش خساره مباراه نهايه العالم، ما حصلش الكلام ده. النادي الاهلي بيحتل المركز الثالث بـ 10 نقاط، الماتش اللي جاي عنده مصر للتامين في اخر يعني ماتش في الدور التمهيدي الاول والراوند الاول. تاني بقولها للجمهور، هندعم فرقنا لغايه اخر نفس، لاخر نقطه، لما البطوله تخلص نتكلم ونقول. لكن كل شويه لعيب تحت النقد هيبقى الدنيا صعبه جدا. هنسيب كره السله وهنروح لمنتخب الطايره والاستعداد لاولمبياد طوكيو. منتخبات الطايره عندنا الاثنين بيلعبوا في نفس الوقت، فرقه بتلعب في كاميرون وبطوله بتلعب في مصر. منتخب الطايره سيدات بيلعب في الكاميرون، منتخب مصر الرجال هيلعب بكره في مصر التصفيات الاولمبيه المؤهله لطوكيو او التصفيات الافريقيه المؤهله لطوكيو 2020. نتكلم على السيدات ومنتخب السيدات، فعلا معاه ماتشات جامده جدا، عندنا سبع لاعبات من النادي الاهلي، نهله سامح ومريم مصطفى، مريم متولي وشروق فؤاد، فريد العسقلاني، مايا ممدوح وسهيله وفيق. خسرنا اول مباراه من منتخب كينيا 3-1، والمباراة التانية بكرة إن شاء الله مع منتخب نيجيريا، الماتشات صعبة جدا،
لكن برضو سيدات ان شاء الله سيدات كره الطايره يقدروا يجاروا المستوى الافريقي. البطوله بيشارك فيها 5 منتخبات: مصر، الكاميرون، وكينيا، بتسوانا، ونيجيريا. لعبنا قدامنا زي ما احنا قدامنا على الشاشه، مصر لعبت كينيا، مصر وكينيا الحد 6-1، ده خلص 3-1 المباراة. الكاميرون وبتسوانا، لكن هنشوف ماتشات مصر بس. مصر بكرة إن شاء الله بتلعب مع نيجيريا الساعة 4، مصر ونيجيريا 3-7-1. ده تاني مباراة لمنتخب المصري. هتبقى مباراتين لمنتخب زي ما احنا شايفين، 4-8-1 مصر تلعب الكاميرون، مباراة قوية جدا، مباراة صعبة جدا للمنتخب المصري، لكن هو ده الحال، لازم اللعيبة توصل للمرحلة دي عشان تعدي. آخر مباراة أعتقد هي أسهل مباراة في المجموعة، وهي مصر وبتسوانا في آخر مباراة في منتخب السيدات. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. هنسيب منتخب سيدات الطايرة ونروح لمنتخب الطايرة رجال والبطولة الأقوى على أرض مصر بكرة من يوم 7 ليوم 11. بطولة قوية جدا جدا جدا، بيشترك فيها عندنا لاعبينا الدوليين، 6 لاعبين دوليين: كابتن احمد صلاح، كابتن عبد الله عبد السلام، محمد عادل، وعبد الرحمن سعودي، وكمان حسام يوسف واحمد سعيد. البطوله قويه جدا، بطوله مؤهله للاولمبياد اللي جايه. البطوله هتلعب في صاله 2 باذن الله. بطوله بيشترك فيها منتخبات قويه جدا. كانت البطوله اللي فاتت مصر تاهلت على حساب المنتخب التونسي اللي التصفيات كانت اتلعبت في الكونغو برازافيل. الجدول ماتشات مصر تبدا بكره باذن الله. زي ما احنا شايفين قدامنا، مصر بكره هتبدا مع المنتخب الجزائري الساعه 8 على صاله 2، 3-7-1. الاربع على طول مصر هتلاعب غانا تاني مباراه، والخميس مصر وتونس، والمباراه القويه والمباراه الاقوى ثالث مباراه، مباراه قويه جدا للمنتخب المصري. الجمعه مصر راحه، هتخلص اخر مباراه يوم السبت 11-1 باذن الله. نبارك لهم على مباراة مصر والكاميرون. بس مصر والكاميرون مباراة قوية جدا، مصر وتونس، مصر والكاميرون هم اللي يوصلوا للفاينل. نتمنى ان المنتخب ان شاء الله باذن الله يكون عند الميعاد، استعد، سافر كذا معسكر خارجي ورجع لمصر، وان شاء الله لعبتنا تكون عند الميعاد. الدوري العالمي الاخير ما شاء الله كانت لعبتنا منوره في بطوله العالم، فان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم في البطوله اللي جايه ويقدروا يوصلوا الاولمبياد للمره الثانيه على التوالي. لسه مستمرين مع نجومنا وابطالنا في كره الطايره، ربنا يوفقهم. نروح لجيانا فاروق. جيانا فاروق نجمتنا الكبيره، نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه، والتاهل للاولمبياد والفرصه القريبه جدا قبل شهر 4 باذن الله ان هي تاهل للاولمبياد. دلوقتي في التصنيف العالمي جيانا فاروق هي تاني العالم، تاني العالم جيانا فاروق. اول 4 على التصنيف العالمي بيتاهلوا على طول دايركت على طول لطوكيو 2020. جيانا هتسافر لشيلي للمشاركه في بطوله الدرجه الاولى للكاراتيه مع مدربها كابتن محمد ابو الرجال. البطوله هتلعب من 10 ل 12 يناير. البطوله دي هي اللي بتدي نقط كتير جدا في تصنيف العالمي الاولمبي. ان شاء الله نتمنى للكابتن جيانا فاروق التوفيق، لانها اول بطوله ليها في السنه الجديده. جيانا فاروق تاريخ كبير جدا في الكاراتيه، وما شاء الله عليها، يعني دايما الناس كلها بتتكلم على جيانا، الدكتوره جيانا فاروق، ان هي تقدر تحقق حاجه في الاولمبياد الجايه. كل الحمل عليها، لكن عارفين ان هي قدها، وان شاء الله تفرحنا باذن الله ان تتاهل للاولمبياد اولا، ثم تطلع ان شاء الله لطوكيو، وكمان ربنا يكرمها ويوفقها. هيستمر مع الكاراتيه، ونستمر مع نجوم ناشئات الكاراتيه مع ملك غبان واحمد اشرف، بيفوزوا ببرونزيه وذهبيه في بطوله شمال افريقيا للكاراتيه. ملك فازت بذهبيه منافسات الكاتا ناشئات، دي حاجه مهمه جدا، عندها 17 سنه، وكابتن احمد اشرف كسب في الكاتا شباب ب 19 سنه. ده بيؤكد احتكار الاهلاوي للبطولات كلها. ما شاء الله عندنا جيانا فاروق، وعندنا نور السيد، وعندنا نادية السيد عفوا، ونور ايهاب، وآية هشام. ما شاء الله احتكار اهلاوي في الكاراتيه بقيادة كمان لازم نشكره الدكتور مراد عاصم. اكيد فريق الكاراتيه وفرق الكاراتيه في النادي الاهلي دايما ما شاء الله عليهم، يعني عاملين
شغل كويس، وكمان ما شاء الله عليهم بيحصدوا ميداليات افريقيه وعربيه ومحليه. خلاص يعني الكاراتيه متسيدين النادي الاهلي. هنروح لاخر خبر معانا النهارده، والاهلي يواجه الزمالك في نصف النهائي للكره كره الميه. النهارده النادي الاهلي هيلعب كمان شويه، كمان شويه هيلعب بالظبط عن يعني مع الاهلي مع نادي الزمالك في نصف نهائي كره الميه. الماتش هيتلعب في نادي هليوبلس، النهارده نادي هليوبلس وبكره نادي الجزيره. اللي يكسب ماتشين يكسب. النادي الاهلي ما شاء الله كسب الزمالك رايح جاي في الدوري في الادوار الاولى للبطوله، لكن ده ماتشات مهمه جدا. لو لجأنا للماتش الثالث هيبقى في النادي الاهلي يوم الاربعاء باذن الله. النظام ده او الدور ده بيتلعب بيست اوف 3، اللي يكسب 2 جيم يتاهل للي بعديه. الجهاز كره الماء بقياده كابتن وائل عزت، هو رئيس الجهاز العاب الماء ونائبه محمد فاضل، اما الجهاز فيقوده السربي جوفانوفيتش. بكده خلصنا اخبارنا، لكن الحلقه لسه مستمره. خلينا نخرج لفواصل عشان نستقبل نجوم النادي الاهلي في السباحه التوقيعيه. بعد الفاصل والترحاب واستقبال فريق او نجوم فريق الغطس بالنادي الاهلي، وبدايه الطفره الكبيره اللي بتحصل في النادي الاهلي لفريق الغطس. خلينا نرحب بكابتن طارق الصغير احد نجوم النادي الاهلي في كره الميه والسباحه في العصر القديم اللي هو العصر بتاعي، لكن النهارده هو رئيس او مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي. كابتن طارق بنرحب بيك ونقول لك الف مبروك على بدايه طفره قويه للغطس. اهلا بيك يا كابتن خالد، وبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي على الاستضافه، والحمد لله والف مبروك عليك والف مبروك على النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. وخلينا نرحب بيه اكيد المدير الفني هو صاحب الانجاز دائما وابدا كابتن طارق نبيل. كابتن طارق الشهير برامبو، صح؟ رامبو جامد جدا عليا. كابتن طارق الف مبروك لحضرتك. ربنا يخليك يا كابتن خالد وبشكرك. ونرحب باحد نجوم النادي الاهلي كابتن بلال الهادي. كابتن بلال بنرحب بيك ونقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. ماشي، خلينا نخرج لتقرير عن الغطس ونشوف انجازات الغطس عن انجازاته، وترجعوا لنا مره ثانيه وبطوله الجمهوريه للغطس. هيمنت فرق الغطس بالنادي الأهلي على بطولات الاتحاد المصري للسباحة خلال الفترة الماضية، نجحت في استعادة عرش اللعبة بعد غياب طويل. استطاع جهاز اللعبة بقيادة كابتن طارق الصغير في توفير كافة احتياجات الفريق من معسكرات خارجية وأدوات متطورة ومدربين مميزين يقدرون على تطوير أداء اللاعبين للارتقاء بالمستوى العام للفرق. حصد الفريق العديد من البطولات خلال الفترة الماضية، لعل من أبرزها حصول فريق الرجال والسيدات على بطولتي كأس مصر، كما حصل فريق السيدات على الكأس العام بعد فوزه ببطولتي الجمهورية والكأس، فيما حصل فريق الرجال على المركز الثاني بعد حصده لفضية الجمهورية، وحصل الفريق على المركز الثاني بالكأس العام بعد منافسة شرسة مع نادي الجزيرة، فيما حل نادي هليوبلس في المركز الثالث في الترتيب العام. نجحت مها عبد السلام لاعبة الغطس بالنادي الأهلي في الصعود للأولمبياد المقبلة والمقرر إقامتها بطوكيو صيف العام الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد تأهلها من قبل لأولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، كما أنها حصلت على كأس أحسن سباحة في بطولات الجمهورية وكأس مصر. وبالحديث عن بطولات فرق الغطس،
نجد أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يبخل على اللعبة بالمشاركة في بطولة أيندهوفن الدولية، وهي إحدى أقوى البطولات على مستوى العالم، حيث يصل عدد الفرق المشاركة بها ل 63 فريقا، وكان المارد الأحمر قد حصل على المركز الثاني في آخر مشاركة له ببطولة أيندهوفن، والتي تعد محكا قويا لجميع اللاعبين قبل المشاركة في البطولات المحلية والدولية. زي ما احنا شفنا بداية طفرة قوية جدا لفريق الغطس، ما شاء الله عليهم، وبطولة الجمهورية وإنجازات جديدة تضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي. أكيد النهاردة عايزين نعرف السر فين، سر البداية، الانطلاقة كانت امتى؟ أكيد لازم كابتن طارق الصغير هو مدير الجهاز لازم يرد علينا ويقول لنا الوضع شكله ازاي. كابتن طارق، بداية طفرة مهمة لفريق الغطس في النادي الأهلي. تمام يا كابتن، احنا بقالنا حوالي 4 سنين أو 3 سنين تحديدا بنحدث في فرق الغطس، سواء تدريب بنجيب مدربين على أعلى مستوى، سواء أدوات، كانش عندنا بوردات، النادي برضو جاب لنا وفر لنا البوردات. بدأنا نهتم بالقاعدة من تحت الناشئين، اللي هي قاعدة الناشئين والبراعم بتاعت الفرقة، لحين ما نقدر نعمل شغل فوق، وبالتالي لما تطلع فرق البراعم لفرق الناشئين هيبقى عندنا فرق كويسة أوي تقدر تمثل النادي الأهلي. وابتدينا نعمل نشتغل على الكلام دوت، ويمكن لما جه كابتن طارق وكابتن أسامة كوستا جم النادي ابتدوا معانا الشغل دوت، وحطينا الخطة ديت وابتدينا ننفذها. فوجئنا بأول سنة، الحمد لله ربنا كرمنا ببطولة، كانت بطولة كأس مصر، وحصلنا على كأس السيدات، كأس العام، كأس العام، كأس العام، كأس العام عندنا اللي هو مجموع الرجال مع مجموع السيدات. كنقاط يا كابتن طارق؟ كنقاط. طب كويس، كانت حاجة مهمة أكيد في البداية. حاجة ما حصلتش أولا، كل البطولات اللي احنا خدناها واللي أنا هحكي لك عليها دي، احنا ما خدناهاش بقالنا حوالي من 20 لـ25 سنة. اصل انت عارف برضو هتلاقي اللي يقول لك اصل ده بياخدوا بالنقاط بينزلوا لعيبه كتير وحاجات زي كده، بس الناس لازم تكون عارفه او فاهمه ان حصل ان قبل كده كنا بناخد بطولات، وبعد كده ما حصلش، وبعد كده بدانا ناخد بطولات. احنا كنا قبل كده ما فيش كاس بيطلع بره النادي الاهلي. كويس، من زمان. زمان كويس، بدا الدنيا بدات تنام شويه، وبعدين لما جينا احنا الحمد لله ربنا كرمنا بدانا نعلى شويه، وبعدين جبنا المدربين وابتدينا نحط خطه. ما احنا النادي الاهلي ما ينفعش يبقى في الغطس كده، احنا طول عمرنا بنكسب. وخلفنا طبعا مدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف، ومجلس الاداره وكابتن وائل عزت، كل الناس دي كانت ورانا. كويس، وابتدينا نكسب البطولات، مش نكسب البطولات ان احنا نبقى مهيمنين، لسه ما وصلناش لمرحله الهيمنه او السيطره على بطولات الغطس، ولكن احنا في طريقنا لده. بنحلم بده؟ بنحلم اكيد طبعا. واحنا بنعمل لده ان احنا كلنا كده متربيين في النادي الاهلي طبعا، مركز اول. صح. مركز ثاني احنا ما نعرفوش. فابتدينا خدنا البطوله اللي بقول لحضرتك عليها ديت، كاس عام، دي كانت حاجه طفره جميله جدا. السنه اللي بعدها خدنا بطوله كاس مصر للبراعم، ولاد وبنات وعام، فدي كانت حاجه بطوله الجمهوريه. بعد كده عندك مراحل الناشئين، انت بتكسب مرحله 18 سنه 15 سنه على طول ما شاء الله. بدانا السنه دي اول بطوله الحمد لله اشتركنا في بطوله ايندهوفن، عملنا فيها بطوله يمكن هنتكلم عنها بعد كده. ولسه اخر حاجه بطوله الجمهوريه، خدنا كاس البنات او كاس مرحله السيدات، دي حاجه صعبه جدا، البركه في ربنا طبعا وفيهم، وفي مها عبد السلام لعبه النادي كبيرة، ودي هتحتاج طيب. طبعا دي هنتكلم معاك كابتن عبد السلام، مش هنسيب كابتن طارق، هنسيب كابتن عبد السلام وهنتكلم عليها. لكن بدايه الطفره كابتن طارق دخل على الموضوع وقال لي بدايه الطفره عند كابتن طارق. والله الحقيقه يعني انا بشكر، انا عندي جهاز اداري وفني قوي جدا، يعني الجهاز الاداري بقياده كابتن وائل عزت، كابتن محمد فوض، الكابتن طارق صغير هيقولي الدنيا والطلبات اللي انا طلبتها، جابوا لي اقوى مدربين موجوده معايا، سواء كابتن اسامه كساب، اسامه خلف، محمد طغيان، لا معايا مدربين كتير قوي مش عايز انسى اساميهم. دول حقيقي يعني انا بشكرهم ان حققوا المستهدف بتاعنا الفتره اللي فاتت دي بنسبه 100%، فعشان كده احنا عملنا انجاز كبير ما اتعملش من سنين طويله. ايه اللي احنا زودناه بصراحه شديده داخل جدران النادي الاهلي وداخل لعبه الغطس عشان نوصل للمرحله دي؟ ايه الامكانيات اللي اتضافت للنادي الاهلي في الحته دي؟ اهم حاجه انا ما جيت كان البوردات، المنطات كانت غير اقدميه خالص ان انت تشتغل عليها. زي ما يكون مثلا ملعب مش جاهز للماتشات او مش جاهز للتدريب اصلا، مستحيل اتمرن،
بالظبط بالظبط كده. ابتدينا نشرف، جابوا لنا ست منطات، ست الواح منطات، دي كانت بمعادل 4 مليون جنيه. حصل دعم كبير جدا من الجهاز الاداري ومجلس الاداره. يعني قصدك ان الناحيه الاداريه او الناحيه اللي هي بتساعد على شغل التدريب كل تقريبا اتهيئت ليك مع وجود مدربين جامدين، مع وجود لعيبه. طبعا احنا كنا داخلين عندنا اماكن كتيره قوي مش متسكنه، نقص في اعداد كبيره من اللعيبه. كويس. ابتدينا نركز في القاعده بشكل جامد، وبنركز على اللعيبه اللي احنا دخلنا عليها ما كناش عارفينها، بس ما كناش ما كناش عارفين نظبط البلان بتاعهم عشان كان عندهم مشاكل. ابتدينا نستخدمهم، نصلح لهم اخطائهم، نحطهم على التراك، عملوا نتائج كويسه. هسالك سؤال بصراحه شديده، بانك انت المدير الفني، منافسات كثيره، بمعنى عندنا ال10 متر وعندنا الخمسه والسبعه والثلاثه، دخلنا في كله، بنشترك في كل المنافسات، كل الايفنتات بنشترك 100%. كابتن بلال بيلعب اي منافسه؟ بيلعب على الايفنتات كلها. بيلعب الايفنتات كلها. والكسب وكسب على الايفنت ال10 متر. 10 متر يا كابتن دي حاجه صعبه جدا، يعني وصلت ازاي ال10 متر؟ قول لي، بدات طول عمرك بدات في الاهلي في الغطس ولا لا؟ انا كنت قبل كده في اتحاد الشرطه، بس جيت في 2012، بقى لي 6 سنين تقريبا. خلاص ابن النادي برضه. يعني لسه جاي صغير، دخلت النادي الاهلي صغير، فتره بيت دخل النادي الاهلي. قول لي الفرق الكبير، يعني ازاي بتوصل ل10 متر؟ ازاي نقول للاولاد وانت راجل بطل ونجم وحققت انجازات كويسه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ازاي الغطس لعبه مهيئه ان كل الناس تخش تشترك فيها؟ هي طبعا مش مهيئه لكل الناس، لانها محتاجه تمرين كتير، بالذات ال10 متر لازم تكون شغال من تحت عشان لما تطلع فوق ما يحصلكش اي اصابه وكده. انا كان دايما كنت لما بطلع كان بيحصل لي زي اصابات صغيره، فلازم اللي يطلع يكون قادر ان هو يبقى شادد نفسه عشان ما يحصلوش اي اصابه او اي حاجه. بس تقريبا دي باختصار. كابتن طارق، ايه المقاومات اللي احنا عايزين في لعيبه الغطس؟ مهمه للناشئ برضو بتوعنا، ناس بتسمعك النهارده، فاكيد كل الناس وهي بتسمعك عايزه تعرف ابنهم يروح غطس ازاي؟ ايه المقومات بتاعت لعب الغطس؟ مقومات طبعا هو كابتن طارق المفروض هو اللي هيرد، بس انا بقول لحضرتك انا من معاشرتي معاهم ومن قعدتي معاهم انا اكتسبت الكلام دوت. اولا لازم عنده فلكسبيليتي كويس جدا، لازم يكون صغير السن عشان يدخل يتعود على الحركات ويتعود على الصعوبه. نمره 2، نمره 3، ما يكونش بيخاف، ودي نقطه مهمه جدا جدا. انت ممكن تلاقي كل مقومات لعب الغطس بس العيب من جوه قلبه مش قادر ينط، خايف، بيخاف. ضاع كل الحركات، كل ما يطلع لفوق كل ما الدنيا تبقى واسعه يا كابتن طارق. جدا. انا لو طلعت فوق مش بتنط يا كابتن طارق. لا 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 ما بتنطش. لا لا هنط فين؟ كابتن طارق، الثقه اللي بتديها للعيبتك ازاي؟ بالذات في الناشئ، بتكلم عن الناشئ الصغير، يعني ازاي بتقول له خد ثقه؟ ازاي بتتكلم معاه؟ بالتدريب كتير، بمعنى بيتمرن كتير، المفروض ان انا بلاقي خطوات معينه بمشيه عليها واتجنب اي مشاكل هتحصل له. وانس ان انا تجنبت المشاكل ديت، هو بيطلع معايا ماشي على التراك صح. بلس ان هو بيبقى شايف اللعيب الكبير وهو شغال، بياخد منه القوه وبياخد منه الدعم النفسي، ان اللعيبه الكبيره اللي موجوده عندنا بيبقى ليهم عامل كبير قوي في حته ان هو يشد لعيب صغير معاه. ايه السن المناسب لرياضه الغطس؟ من 5 لـ6 سنين، يعني من 5 سنين لـ6 سنين. من 5 سنين لـ6 سنين، مش سن يعني زي الجمباز. زي الجمباز. بتنافسوا الجمباز في السن والقصص دي كلها، ولا انت بتاخد من بعد الجمباز مثلا؟ باخد من بعد الجمباز. يعني انت رايك ان الولد يخش جمباز واللي عايز يتاهل للغطس يروح الجمباز الاول بعد كده؟ لو جاي لي لعيب جمباز بيبقى مسهل لي حاجات كتير قوي طبعا. بلال، قول لي صراحه، ايه الصعوبات اللي بتواجهك كلعيب؟ يعني وانت داخل المنافسات بيكون مين بينافس معاك؟ مين المنافسين بتوعنا في اللاعبين اللي في النوادي الثانيه بيبقى انديه مين يعني؟ في ناس محترفه معانا، بيبقى في ناس اصلا بتكمل دراستها بره وبتلعب بره، فدول ما شاء الله مش بقدر نتعامل معاهم قوي. نادي الجزيره ونادي اليوبلس عندهم ثلاثة محترفين في الخارج. زي ما عبد السلام كده عندنا، زي ما بالظبط. طب قول لي يا بلال، ايه طموحك في المرحله اللي جايه؟ انا طموحي ان انا اسافر برضو واكمل زيهم محترف بره. هتكمل دراستك بره ولا ايه بالظبط؟ عشان اكمل دراسه يعني. وتمرين الاثنين. ده بنلجأ له ازاي؟ انت بتدور على جامعه مثلا او حاجه زي السباحه او زي الباسكت او زي كده؟ بدور على سكولرشيب زي سكولرشيب، بدور على الجامعات بره وببعت لهم وبوريهم شكلي وانا بنط، وعلى حسب اللي هو عايزني هيبعت لي اوفر كويس وبكمل بقى الموضوع معاه. كابتن طارق، التعامل النفسي مع لعيبه شيء مهم في رياضه الغطس 100%. هي مش تكنيكال بس ومهارات بس، هي لازم في 6 حواس لازم شغالين، واحنا عندنا في الغطس الحاسه السبعه. يعني الحاسه السبعه دي لازم تبقى شغاله وبتشتغل على اليوجا وبتشتغل على النفسي وبتشتغل على حاجات كتير قوي. يعني دي حقيقه. الحقيقه
بس احنا بنحاول دلوقتي نطبقها في مصر، ما كانتش متطبقه في مصر يعني. بس بنحاول نطبقها في مصر في مرحله اما نخلص بقى من موضوع الفنيات ويبقوا عندهم اكسبيرينس جامده، بتخش في الموضوع اللي هو الايماجينيشن ده. كابتن طارق، صراحه بصراحه شديده، التطور العلم او تطور العلم التطور التدريبي في العلم بقى تطور كبير جدا، مظبوط؟ تمام. بنشتغل بتقنيات جديده ولا لسه عايزين في مرحله جايه نشتغل بيها؟ لا اكيد بنشتغل بيها، دليل ان في تطورات حصلت. احنا يمكن لما بقى لنا 3 سنين بنشترك في بطوله ايندهوفن، كل مره بناخد معانا مجموعه مختلفة طلعنا بيها المره الاولانيه. يمكن معانا كابتن طارق هو اللي بيبقى ثابت مدير فني، كل مره بنحاول ناخد مدرب شكل عشان يطلع يبقى استفدنا كلعيبه، استفدنا كمدربين، انا نفسي بطلع بستفيد من الاداريات والشغل اللي بيتعمل هناك وازاي بينظموا بطوله. كل حاجه حضرتك بتروح تسافر بره تتفرج عليها انت مستفيد. تمام. كابتن طارق يمكن بيعمل مع المدربين عندنا سيمينار على طول، حلو قوي السيمينار دي بصراحه جدا. بيقعد هو دائما ابدا بعد كل بطوله بيقعد يتكلم معاهم، بيشرح الاخطاء اللي وجدت، المرحله الجايه فيها ايه، التارجت بتاعك ايه، المستهدف ايه، انت عايز تحقق ايه، هنحققه ازاي. في ناس بتشتغل بدني، في ناس بتشتغل ميه، في ناس بتشتغل ترامبولين. هو دارس الكلام ده كله زائد الاكسبيرينس اللي عنده. خلي بالك برضو طارق هو مدرب منتخب مصر او من مدربي منتخب مصر، فعنده سيره ذاتيه جميله، عنده اكسبيرينس كويسه جدا، وده يمكن اللي خلانا متمسكين ان طارق يجي مع الناس اللي معانا كمان. كابتن اسامه كساب، كابتن اسامه كوستا، كابتن محمد طغيان، من الناس اللي عندهم اكسبيرينس برضو كامل جدا. فكل ده في اطار العلم هو شغال بيه، احنا بنسنده في اي حاجه هو بيعوزها، احنا بنجيب له كجهاز اداري. بص يا كابتن طارق الصغير قال لي ان هو بيساند في كل حاجه يعني. بص في الاخر موضوع عند حضرتك، بس عايز اسالك سؤال بجد، بتقعد مع المدربين، ممكن تقعد مع مدرب ولا بتقعد في وسط قاعده عامه وتتكلم مع الناس كلهم؟ مفيش مشكله لما توجه غلط للمدرب او توجه لوم للمدرب قدام الناس كلها؟ لا، بنقعد كلنا مع بعض لما يبقى في سيمينار فني. لكن لو في لوم ولا حاجه بنقعد مان تو مان، بتاخده لوحديه. ما تقدرش توجه المدرب قدام الناس كلها. بيبقى لو هتكلم على مشاكل بتكلم على جنرال، مش بقدر اتكلم او ما بحبش اتكلم اشخص يعني الموضوع. وحتى ما بيتكلمش قدامي في الموضوع ده، وانا عاجبني الكلام ده جدا. بس ده اسلوب النادي الاهلي يا كابتن طارق، بس عايز اوصل في الاخر بصراحه شديده، ده اسلوب النادي الاهلي انت اتعلمته جوه النادي الاهلي. لو انت حضرتك عديت من قدام البوابه شرف. صح والله العظيم بكلمك صح. بكل امانه انا عارف. لو عديت من قدام بوابه النادي الاهلي، الناس اللي بتقف من قدام بوابه النادي الاهلي كده عشان تبص على النادي الاهلي من جوه شرف. ناس بتيجي تزور النادي الاهلي من بره، متعدي من باب وزاره الاهلي بالظبط كده. ما بالك انت شغال في المنظومه اللي جوه، ما بالك انت اتربيت في النادي ده، تبقى انت حاسس بنفسك ايه؟ بتفرق كتير جدا جدا. كابتن بلاله برضو يعني سيبنا من الغطس شويه ونتكلم على هواياتك الشخصيه. لو ما كنتش طلعت لعيب غطس كنت تطلع لعيب ايه؟ كان نفسي اطلع مهندس. بس مهندس انت بيزنس يعني عشان نفسي اطلع، كنت بحب الرسم زمان فعلا. بس اعتقد دلوقتي الامور سهله ان انت تاخد دراسات وتاخد دورات وتبقى مهندس، ما فيش مشكله يعني اعتقد. بعد ما اخلص في شهاده ممكن اخدها. شهادات طب شهادتك دي خارجيه، ايه هوايتك غير الرياضه يعني، غير عفوا بغير الغطس اكيد دي احتراف، هوايتك ايه؟ كره قدم، هاندبول، باسكت، يعني تحب تتفرج على ايه في الرياضه؟ بحب اتفرج على الباسكت. على الباسكت؟ باسكت ان بي اي؟ لا 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 عادي. متابع جيد جدا؟ مش قوي. مش قوي يعني تمام. لكن انت احسن حاجه بره الموضوع رياضه الباسكت. بتلعبهم باسكت يا كابتن طارق؟ لا لو عايزين يلعبوا هيلعبوا، بس احنا ما فيش وقت للكلام ده بصراحه. بس انا زمان كنت بتفرج عليكم كلكم بتيجوا تلعبوا كوره وكده يعني. بص اقول لحضرتك حاجه كابتن خالد، هو لعيب الغطس فعلا فعلا يعني بيعرف يعمل اي حاجه. يعني بيعرف لو خرج من لعبه الدايفنج دي هيتعامل، هيبقى بطل في اي لعبه تانية. هو لعبتنا صعبه جدا يعني. لعبكم صعب جدا جدا جدا. بلال بتضربها قد ايه في اليوم؟ كام ساعه؟ عايزك تشرح لي يوم كده. مش اقل من 5-6 ساعات في الاجازه، لما يكون لما في الدراسه بيبقى الموضوع اقل شويه. يعني 5-6 ساعات في الاجازه والدراسه اقل شويه. اصحابك اكيد ليك اصحاب في الكليه بيقول لك يلا بينا تعالى نخرج وبتاع. اوقات كتير مش بنزل معاهم بسبب التمرين. يعني مثلا ساعات بيبقى عندنا حاجات في الجامعه لازم نعملها، ممكن اعملها من البيت عشان ببقى راجع من التمرين تعبان. وبمشي الدنيا من البيت خالص. اوقات كتير مش بنزل بالذات في وقت البطولات، ما بيبقى في حاجات زي امتحانات الفاينل وكده، بضطر ان انا اعمل حاجات كلها من البيت عشان مش هعرف انزل، لان هيبقى مثلا عندي يوم بكره تمرين الساعه 10 او بطوله بعديها مثلا يوم طويل تمرين.
فمش هينفع ان انا انزل وارجع متاخر وانام واصحى اكمل يومي عادي، لازم في راحه في البيت. كابتن طارق اكيد هسأل السؤال ده طارق الصغير، لو انت مش عايز ترد على السؤال ده قول لي. هسأل كابتن طارق، اولياء الامور اكيد في علاقه بينك وبينهم ومشاكل كثيره جدا، تحب تقولهم ايه النهارده؟ لا هو مفيش مشاكل، هو كابتن طارق يرد انا هرد عليك وكابتن طارق يرد. لا يبقى كابتن طارق يرد خلاص، هسيب اديك سؤال تاني مفيش مشكله خالص. كابتن طارق اكيد يعني عايزين نقول لاولياء الامور نوجه لهم رساله النهارده وانتم موجودين معانا، تقول لهم ايه صراحه عشان قبل الاول ما ارد على السؤال دوت انا بحب اوجه رساله لبلال، بحييه لعيب كويس جدا، لعيب عنده اصرار غير عادي، تعرض لكذا مره لاصابات ممكن اي لعيب يبطل فيها، عنده اصرار من جوه انه عايز يلعب، عايز يلعب باسم النادي الاهلي، فانا بحبه جدا وبحييه جدا وبحب اقدره جدا، هو راجل 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 ده لعيب النادي الاهلي دي حقيقه يعني بصراحه هو ده اللي اتعلمناه داخل جدران النادي الاهلي، ويعني فيعني ده حاجه حتى الاولاد الصغار بيبصوا على الحاجات ديت، يعني هو حتى اخر بطوله اللي احنا كنا فيها دي بقول له مالك يا بلال، بيقول لي ركبتي وجعاني، يعني ركبتي وجعاني بس هلعب يا كابتن هلعب. دي طبعا حاجه لسه مطلع شرايح من رجليه قريب، عامل عمليات صعبه ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبه لموضوع اولياء الامور طبعا مع حدوث الطفره اللي حصلت في لعبه الغطس الناس كلها بدات تبص على المركز الاول والناس الاهلي بدا يكسب، فكله عايز او كله فاكر ان الاولاده هتكسب، لا انت ممكن تكسب السنه دي وممكن السنه الجايه حد تاني يكسب وممكن السنه اللي بعدها حد تالت يكسب، المهم يحصل فيه تطور في مستوى ابنك او بنتك، وده اللي بنحاول نوصله كثقافه لولي الامر. احنا مش جايين عشان نبطل حد او مش جايين عشان نعلي حد على حد، كلهم مالهمش صالح، كلهم ولادنا عايز تكسب، انا عايز اكسب. يعني انا لو عندي واحد كويس 10 كويسين هشيله على جنب ليه؟ على مصلحه مين؟ مش مصلحه حد، ده انا عايز اكسب، ده انا طالع من حفره وعايز ابقى فوق، صح، محتاج اي حد يمشي جنبي ويقف جنبي ويساندني. فبالتالي احنا بنقول لهم دايما ابدا اصبروا ما تبصوش تحت رجليكوا، ما حققتش السنه دي السنه الجايه هتكسب، واحنا خلي بالك كمان في لعبه الغطس المشكله مش في تحقيق ميداليه، احنا في ارقام بتحقق، يعني في تحقيق رقم شخصي لازم يحققه، يمكن كابتن طارق عارف الكلام ده فنيا. يعني ايه تحقيق رقم شخصي يا كابتن طارق؟ سكور، وعشان اطلع اخد الترتيب بتاعي اول او تاني او تالت او واتيفر اي ترتيب لازم اعمل سكور، يعني ممكن في بطوله اجيب ميداليه ذهب وابقى اعمل سكور مثلا 200، البطوله الثانيه اجيب ال 200 دي الاقي نفسي طالع الرابع. فده في حد ذاته مش يعني مش مكسب، لو انا عديت ال 200 هو ده المستهدف بتاعي ان انا اعدي السكور بتاعي. طيب اسئله سريعه عشان الفاصل بيجري بينا وهيطلبوا مني فاصل وكده، شكل المنافسه محليا معاك مين اللي بينافس مع النادي الاهلي محليا؟ نادي الجزيره في اعمار ونادي هليوبلس طبعا في اعمار تاني. نادي هليوبلس قعد 12 سنه بياخد درع عام، السنه دي اعتقد ان هو مش هياخده، يعني تراجع ورا، احنا عديناه في ايفنتات كده معينه عديناه. طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ او هدفنا ايه في المرحله الجايه؟ الدرع العام طبعا. الدرع العام لسه كنا بنتكلم واحنا جايين في العربيه بقول له شوف طلباتك ايه عشان عايز اخد الدرع العام السنه الجايه قدام الناس على الهواء، بنقول ان انت متوفر كل حاجه، فكابتن طارق لو ما حققش يبقى هو الغلطان، صح كده كابتن طارق؟ كابتن بلال قول لي هدفك ايه في المرحله اللي جايه، هدف الشخصي وهدف النادي الاهلي. الهدف الشخصي ان انا اعلي السكورز بتاعتي عشان اقدر ان انا اوصل للهدف بتاعي، ان انا اتمرن كتير وفيتنس كتير وتركيز اكتر مع الكباتن في النادي. ده في الرياضه. في المستوى الشخصي بقى ان انا اخلص جامعتي ان شاء الله واكمل حياتي. كلمه اخيره من حضرتك للاسره الكريمه. بشكرهم جدا عشان دايما واقفين في ظهري. يعني النهارده ما كنت جاي بسبب والدي، كان عندنا مناسبه قال لي لا روح. على طول كان عندك مناسبه لغيت لازم تيجي. قال لي لا تعالى ما فيش مناسبه روح. احنا نورتنا وشرفتنا كابتن بلال، كنا نتمنى الوقت كتير لكن النجوم بره كثيره فلازم نخرج لفاصل. كابتن بلال شرفتنا ونورتنا، كابتن طارق شرفتنا ونورتنا. انا عايز بس اشكر الاداري بتاعي محمد كمال علشان الايام اللي فاتت الايام اللي فاتت تعب معانا جامد جدا يعني. ده صحيح. خلاص لسه هنشكر كل الناس، اكيد هنشكر كل الناس وبنشكر الجهاز برئاسه كابتن وائل عزت ومتمثله في الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، فكل الناس مشكوره. لكن خلينا نخرج الفاصل عشان نستقبل نجوم النادي الاهلي في الغطس وتحقيقهم لبطوله الجمهوريه. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. خلينا بعد الفاصل رجعتوا لنا عشان استقبلنا نجوم الغطس في النادي الاهلي وتحقيق انجازات
داخل او ميداليات في دولاب بطولات النادي الاهلي. خلينا نرحب بالكباتن او نجومنا الكبار كابتن زياد يسري. بنرحب بيه كابتن زياد، منورنا ومشرفنا. وعنا كمان نجمه كبيره كابتن مريم هشام، منورانا ومشرفانا. شكرا. وتجديد التحيه للكابتن طارق الصغير مدير جهاز السباحه التوقعيه والغطس في النادي الاهلي. كابتن طارق، اهلا بك كابتن خالد، ربنا عرفنا بالجمله اللي معانا. زياد يسري، لعيب من ناشئي النادي الاهلي ومن ارجل اللعيبه في النادي الاهلي، وعنده روح حديديه. الاثنين لعبوا عمومي وهم عندهم 17 سنه دلوقتي. يعني انا عندي لعيبه العمومي كلها ما فيش الا بلال اللي كان معانا في ده اللي سنه وصل لمرحله العمومي. بقيه اللاعبين سواء زياد او مريم او الاثنين اللاعبين اللاعبات اللي هيخشوا بعد كده هم كلهم بيلعبوا في ناشئين وبيطلعوا يلعبوا في الدرجه الاولى. يعني انا كسبان الدرجه الاولى سيدات بالناشئات بتوع النادي الاهلي بالاضافه لي مع عبد السلام. فزياد طبعا لعيب مميز جدا. مريم هشام لعيبه معجزه، كانت زايده الوزن جدا، لعيبه تشوفها ممكن تقول عليها هتبقى لعيبه غطس. اصرار رهيب في ظرف سنه او سنه ونص، حاجه زي ما انت شايف كده ما شاء الله عليها، بتنط كويس، عندها فنيات عاليه جدا، بتسمع كلام المدرب بتنفذ، بالتالي وصلت ان هي بتعلق ماديات، فدي حاجه شرف ليها قبل ما يكون شرف لينا. مريم هبدا معاكي، الاصرار المستمر من حضرتك هو اللي حقق الانجاز. استعديتي ازاي للبطوله اللي فاتت؟ فيش، كنا بنشتغل فيتنس كتير وبنجري طبعا وبس، كنا بنعمل بقى الاساسيات بتاعه النطاط وكده، فنعملها بعدين نبدا ندخل الحركات. بكلمك بصراحه شديده كابتن طارق، داس على موضوع اصرارك وعزيمتك، جيت اخدتي منين الاصرار والعزيمه ده؟ من الكباتن. من الكباتن. الكباتن هم اللي بيدوكي الكلام ده. ما شاء الله عليكي. والفتنس عندك عادي، بتجري عادي مفيش مشكله؟ بحب اجري. زياد الموضوع مختلف معاك، الفتنس ولا الغطس هو الاحسن عندك؟ لا، هو الفتنس يعني لازم نبني فتنس عشان نقدر ننط في الميه. احنا من غير فتنس ما نقدرش نعمل حاجه في الميه، هنبقى زي لعيب اي لعيب عادي كده جه. اما بالفتنس هنبقى لعيبه التوب اللي هم المتميزين وكده. قول لي، حققت اتنين ذهب وواحده مختلط، كله في ال 10 متر تقريبا، مظبوط كده؟ وفي ال 3 متر تمام. الايفنت ايه الاحسن بالنسبه لك، ال 10 ولا ال 3 مختلط ولا ال 3 متر مختلط؟ انا بحب ال 10 متر، يعني انا بحب انط من على ال 10 قوي، يعني انا عشان عندي انتري وكده، فبحب احب ال 10 عن ال 3. يعني هو مريم، هو سؤال عادي، هو ال 10 متر كده تنطي عادي ما بيكونش عندك قلق في اي حاجه؟ ده انا طلعت 10 متر مره، بصيت تحت نزلت جري. ايه قولي لي، هي صعبة بس هي يعني وانت بتنط هي حلوة. يعني احساس حلو. يعني البطولة اللي فاتت دي كنت اول مرة اطلع 10 وانط في بطولة بقى 10 وحركات. لا انا عايز اسألك سؤال، قولي لي احساسك وانت نازلة من فوق ال 10 متر في المية. لا اديني احساس، يعني عايز اعرف بصراحة، تكوني حاسة بإيه فعلا ولا تكوني مركزة في النطة نفسها؟ لا، ببقى مركزة في النطة، لو لازم اطلع صح علشان دي 10 متر، يعني دي 10 متر ما فيهاش هزار. الكرباج بتاعها وحش. زياد، اخدت الثقه ازاي في ال 10 متر عشان تطلع ال 10 متر؟ هو من وانا صغير، من وانا 8 سنين كده بدات اول مره انط برجلي، واحده واحده مع السنين مع الكباتن طبعا بيدوني ثقه وانا بنط في اول نطه عشان بتبقى حاجه جديده عليا. فهم الثقه بتاعتهم انا باخدها واطلع انط، وانا كده كده ببقى يعني واثق فيهم، هم مش هيطلعوني حاجه، هم عارفين ان انا هعملها مش هتكربج. فانا ببقى واخد الثقه دي منهم. خدت كرباج قبل كده في الميه وخلاص؟ طبعا خدت كتير. انا خدت كرباج من 10 متر على 3 ايام بكح دم بس، اقسم بالله كنت تعبان فيه صراحه. الف سلامه عليك. كابتن طارق الصغير بينط معاك ولا ما بيطلعش؟ بينط ساعات، بينط من متر صح؟ كابتن بتنط 10 متر بعلي عزه على طول. ما فيش كابتن طارق، اكيد البطولات المحليه ليها عامل، لكن البطولات الخارجيه اللي بتطلعوا لها ليها عامل مختلف. سافرتوا لبطوله دوليه في هولندا وحققتوا كمان المركز الثاني، عايز احكي على البطوله دي شويه. البطوله طبعا ايندهوفن دي بطوله مهمه جدا بره، ذات اهتمام من كل دول اوروبا بيشتركوا فيها سواء منتخبات او انديه. يعني هي البطوله مش منتخبات بس او انديه بس، جماعيه، منتخبات مع انديه. فالبطوله الاخيره دي يمكن كانت اصعب بطوله بالنسبة لنا، بس احنا اكتسبنا كمان فيها خبرة بعد البطولة الأولانية اللي احنا اشتركنا فيها. كنا واخدين مركز ال 11،
البطوله اللي فاتت دي كان حوالي 63 فرقه مشتركه ومنتخب فرقه ومنتخب. احنا كمان كابتن طارق لما ظبط الاعمار السنيه احنا يمكن البطوله الاوليه ما اشتركناش في كل الاعمار فبالتالي دي كلها ابنات بتروح عليك، لكن لما اشتغلنا فول تيم واشتغلنا وحققنا حاجات كويسه عملنا نتيجه كويسه وطلعنا المركز الثاني. ويمكن كان فارق يمكن مها عبد السلام اللعيبه دي مها عبد السلام ما كانتش موجوده معانا، مها عبد السلام لو كانت معانا كنا خدنا مركز اول. بس هي كان عندها معسكر اعداد في امريكا ما قدرتش تيجي معانا طبعا البطوله، فبالتالي احنا حضرنا البطوله ديت خدنا فيها مركز ثاني، حاجه اسعدتنا جدا. الاولاد استفادوا زي ما قلت لحضرتك، اللاعبين استفادوا، انا طارق الصغير استفدت وانا قاعد بتفرج على التنظيم وازاي انظم منظومه. حاجه جميله بره، حاجه جميله من اول ما بتدخل لحد ما بتستلم الورق ويقول لك مع السلامه احنا متشكرين حضرتك. من عايز اسالك سؤال صراحه بصراحه شديده، احنا كنا بنشارك البطولات المحليه، ليه خرجنا البطولات الدوليه؟ وهل ده فرق مع اللعيبه عندنا يعملوا ايه؟ بدايه الطفره اللي انت بتتكلم عليها، وعندك اهداف ثانيه في السفر للخارج ولا لا؟ طبعا ده السفر للخارج ده اولا بيديني دفعه او بيدي الاولاد دفعه ان هم يشتغلوا في البطولات المحليه. واخد بالك؟ بتحقق بره، بتبقى جاي عايز، بتبقى فيه عايز استمراريه للتحقيق دوت، فبالتالي تيجي هنا بتشترك. بيشتركوا في البطولات المحليه عاملين شغل كويس، بيحققوا نتيجه كويسه. ده اكيد مجلس الاداره واقف ورانا في كل حاجه. اول ما بنطلب السفريه، انا المره اللي فاتت لما جينا التسجيل اللي فات واحنا بنلعب بطوله الجمهوريه قبل ما نخلصها كنا مقدمين على بطوله ايند هوفن، اتوافق لنا عليها من قبل ما نخلص البطوله واتبلغنا بيها واحنا في البطوله في البطوله الاولانيه. فده وقوف جامد جدا، دعم جامد جدا مجلس الاداره. في حاجات كمان عايز اقول عليها، عشان تجيب لفرقه الغطس بوردات ب 4 مليون جنيه، دي حاجة برضو يعني هو جايب لك ست بوردات، كان ممكن يجي يقول لك خد بوردين أو ثلاث بوردات وخلاص وتشتغل عليهم، مشتغل عليهم بس هو جايب لك الست بوردات اللي أنت حضرتك طلبتهم بتنفذ مايوهات لبس ترنجات كل حاجة كل الأجهزة المعاونة في ميعادها. واخد بال حضرتك؟ مفيش حاجة الحمد لله ناقصانا، موفرين لنا كل حاجة. بامانه يعني بامانه، انا مش متعود اطلع اشكر ولا بطلع، بس انا بكلم بامانه، ده دور مجلس اداره ودور كابتن رؤوف كمان واقف ورانا جامد جدا. شايفين في نتيجه بتتحقق، وبالتالي انت بصراحه انا من ايام زمان وانا كنت لعيب ما كنتش بسمع يعني الغطس ده كان حاجه كبيره قوي في النادي، وبعد كده شويه طفى وشويه وقع فعلا بدا ينور بدا يقوم تاني الحمد لله رب العالمين. سواء انا موجود او غيري موجود، انت سايب دلوقتي عندك قاعده ناشئين كويسه جدا، قاعده براءه تقوم اي حد، ومعاك مدربين، اي حد موجود هينجح بالناس دي ما شاء الله. مريم، ايه الفرق بين الغطس والمظلات؟ ايه موضوع المظلات ده مريم؟ قولي لي. ما فيش، هو انا اخواتي كانوا بيلعبوا مظلات بس هم ولدين كويس بس، فانا كان عندهم بطوله فانا رحت اتفرج عليهم، كان البطوله كانت فيتنس، كانوا في حاجه اسمها ضاحيه اللي هي جري كويس، بس فانا رحت. قلت لي بتحب الجري صح؟ لا انا بكلم عن المظلات، انت بتنطي من الطيارات وكده؟ نطيت مرتين. فانا لما رحت لقيت في بنات بس فقلت لبابا انا عايزه اروح، فرحت بقى عايزه تحكي لي موضوع النطه من المظلات. شفتي خرجنا من الغطس ونتكلم على المظلات بتاعتك. عايزه يعني بتنطي ازاي؟ الاحساس برضو الطيران كل ده في الهواء وقت ما تنزلي على الارض؟ لا ببقى خايفه جدا، بس مجرد ما بخرج من باب الطياره خلاص يعني ما ايه بقى؟ خلاص لا ما فيش خلاص، ببقى فرحانه لو انا في الجو بقى وفي فعلا. بتفكري ايه وانت في الجو كده؟ احكي لي يا مريم شويه، يعني بتفكري ايه وانت في الجو؟ لا ببقى يعني لا الواحد بيبقى خلاص هو في الجو كده طاير يعني. شعور مختلف. لو الزرار علق بقى تعملي ايه؟ اول حاجه تيجي في اسالها انت بقى. الزرار لو علق بتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ في مظله احتياطي، في واحده احتياطي يعني، في واحده اساسيه واحده احتياطيه في بيزك. بس قول لي بتعمل ايه يا زياد؟ ثانويه عامه وكمان رياضه ما شاء الله عليك في الرياضه، بتعمل ايه؟ بتوفر الاثنين زي ببعض؟ وده الفضل ده يرجع لبابايا ومامتي الصراحه، هم بيساعدوني كتير قوي في الموضوع ده يعني. بابايا صح الفتره اللي فاتت تعب معايا قوي يعني، كان بياخدني من التمرين يوصلني على الدرس جري مع انه بيكون لسه خارج من شغله، ومامتي برده نفسك. والله صراحه انا بشكرهم قوي اللي هم تعبوا معايا الفتره اللي فاتت كتير. زياد يا كابتن خالد بيمثل لي انا كطارق الصغير احمد، كابتن احمد بتاع لعيب كره القدم باك اليمين، هو ده احمد، كابتن احمد فتحي. هو ده احمد فتحي بتاع الغطس، راجل
مفيش حاجه اسمها يقول لك لما يجي يقول لك انا مصاب اعرف ان هو فعلا مصاب. قلما لما يصاب وقلما في لما يشتكي كمان بطوله من البطولات نزل على الميه كده نزل كده على الميه وبعد ما البطوله خلصت طلع ادى الحركه في وجود الناس كلها عشان يقول للناس ان انا بعمل الحركه. بس انا اسف للمقاطعه بس انا لا لا خالص نكمل. يعني بشكر فيك جامد جدا برضو الاصرار العزيمه عجباني يا جماعه. الاصرار والعزيمه دي مش بنعلمهم بالسهل، مش بيتعلموا في النادي الاهلي بالسهل، الناس بياخدوها من الصغر بيلاقوا الاكبر منهم فدايما عندهم اصرار وعزيمه. عشان كده ما شاء الله النادي الاهلي دايما انجازات وبطولات. نكمل يا كابتن زياد والتوفيق بين الدراسه والرياضه. الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت كنت مركز في التمرين الصراحه عشان كنت فرحان قوي ان انا هلعب عمومي بعد ما تاهلت من الناشئين. فكنت مركز في الرياضه اكتر من المذاكره. بس الحمد لله لما لعبت العمومي ربنا وفقني. اي نعم ما جبتش مركز بس جيت بعت الثلاثه الاوائل اللي هم الاعلى ناس في مصر. فدي حاجه انا مبسوط منها اللي انا بعديهم الحمد لله. مريم اهدافنا ايه في المرحله اللي جايه؟ عندنا مها عبد السلام ما شاء الله عليها متاهله اولمبياد اكيد يعني تعرفيها بتلعبي معاها. ايوه فاكيد نجمه كبيره. طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ ادوس على نفسي اكتر و يعني ابدا اعمل حركات. الكلمه اللي قلتيها ادوس على نفسي اكتر دي كلمه يعني ما شاء الله عليكي بجد. اتفضلي. واعمل حركات جديده تكون درجه صعوبتها اعلى. ان شاء الله ربنا. نوصل لفين؟ لا مش هسيبك. نوصل لفين؟ عايز توصلي لفين؟ عايزه اوصل الاولمبياد ان شاء الله. عايز تروحي الاولمبياد. زياد طموح مريم اولمبياد طموحنا. انا طموحي الصراحه بيكون سنه بسنه مش على فتره طويله. يعني انا طموحي السنه الجايه اللي انا اخش بطوله عالم الناشئين واعمل فيها حاجه حلوه لمصر. بس فده طموحي السنه دي اكتر حاجه نفسي فيها الصراحه. ما اقدرش والاولمبياد طبعا بس ما اقدرش افكر لكذا سنه، بحب افكر في سنه سنه بس يعني واعمل نتيجه حلوه للنادي يعني ان شاء الله. طموحهم كبير جدا، بنساعد ازاي من النادي من اتجاهه بصراحه. ولا حاجه، اي حاجه هم بيحتاجوها احنا بننفذها بنقف جنبهم. يعني بعد ممكن ساعات مثلا ولد يجي يقول لي او بنت مثلا تيجي تقول لي انا عايزه جواب غياب، جوابات غياب من اول اليوم لحد اخره اديها جوابات غياب. واخد بال حضرتك اي حاجه هيبقى دكتور عايزه دكتور، حصل اصابه عايزه دكتور حالا يجي الدكتور. كل ما هو حاجه اداريه احنا بننفذه لهم. واحد تعبان بنقدر نساعدهم بره بصراحه لما يسافروا بره بنقدر نساعدهم او ناهب لهم المكان او نشوف المكان ده مناسب ولا غير مناسب. بمعنى لو سافر بره مصر يعني النهارده هختار ان انا هعيش في امريكا فباخد السكولرشيب ولا باجي اعرض عليك واقول لك كابتن طارق انا عندي كذا وكذا فنقدر نساعد معاك. بياخدوا راي فني لكابتن طارق نبيل. كابتن طارق نبيل هو اب روحي ليهم كلهم بامانه سواء لاعبين او مدربين هم بيرجعوا له في كل حاجه، مرجعيه عندهم بكل حاجه. فاللي بيسافر بره يعني مها اعتقد ان هي سالت كابتن طارق برضو في الموضوع بتاعها قبل ما تسافر. بلال عايز يسافر برضو راح كلم كابتن طارق. برضو دول لما هيخلصوا هيبقى عايز حد عايز منهم يسافر هيسالوه. كابتن مريم الوقت بيجري بسرعه، عايزك تقولي كلمه اخيره لاسرتك الكريمه وانت نجمه كبيره تعبوا وراكي سنين والنهارده نجمه تقول لهم يعلى. وعايزك توصل الكاميرا قدامك. بقول لهم شكرا جدا عشان هم تعبوا معايا كتير. مين اكتر واحد تعب معاك؟ من الاخر ماما قولي لها بقى كلمتين كويسين برضه يبقى فرحانه بيكي اكيد لازم. شكرا يعني شكرا لماما. ربنا يخليكي ليا ان شاء الله تكون افرحك دايما تكون فرحانه بيا. صدقيني احلى كلمه ممكن تتقال هي الكلمه دي بعد تعب السنين دي كلها تقول لها الكلمه دي. ببارك لك يا مريم وبقول لك الف مبروك وان شاء الله تقابلك وانت بطله اولمبياد باذن الله في القريب العاجل. كابتن زياد نورتني وشرفتني. وبكده خلصت الفقرة الثانية في النهاردة معانا، لكن لسه ناقص لنا آخر لاعبين، اثنين لاعبات هيخشوا إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي. بيكم في الفقرة الأخيرة والحوار مع نجمات الغطس في النادي الأهلي والحصول على بطولة الجمهورية في أول درع العام وكأس مصر، يعني حاجات كتيرة كده مع بعض.
ما شاء الله عليهم. خلينا نرحب بنجمتنا كابتن هنا هاني، احد نجوم النادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي. كابتن هنا منورانا ومشرفانا، ومعانا كابتن شهد ايمن. كابتن شهد منورانا. ميرسي، شكرا، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. قولي لي ايه المنافسه؟ بنلعب في اي منافسه بالظبط؟ احنا بنلعب تحت سن، انا بلعب فوق سني. كويس. البطوله اللي فاتت والحمد لله طلعت ثالث. كويس. على 3 متر ما شاء الله. بتنطي بال10 متر ولا برضو بتخافي زي كابتن طارق؟ لا انا كنت بنط، بس هو انا حصل لي اصابه فدلوقتي ما بقتش انط قوي يعني، لسه بنط من 5-3 عشان اظبط يعني الدنيا. هنا بدانا غطس ازاي؟ اشمعنى الغطس؟ غطس ازاي؟ اه انا كنت داخله سباحه عادي جدا. كويس. وبعدين عجبني شكل ماما بينطوا، فاستاذنت كوتش ان انا عايزه اطلع نط وخلاص عايزه اجرب انط. فطلعت نطيت، انا ما كنتش اصلا في الاهلي من الاول، كنت في نادي تاني وبعدين جيت الاهلي. فاستاذنته ان انا عايزه اطلع نط، وهو كان صاحب بابي. فطلعت ونطيت، وقال لي لو نطيت، هو شايف ان انا جريئه او مش خايفه من النط، فقال لي لو نطيتي تاني هدخلك معانا وهتسيبي السباحه. فقلت له اوكي، انا واحده عندي 7 سنين مش فاهمه حاجه، مش فارق لي اصلا. فطلعت ونطيت، ومن ساعتها وانا دايفنج حبيته قوي بقى، وخلاص ما فيش سباحه يعني. ما فيش سباحه؟ لا. شهد قولي لي دخلت ازاي؟ نفس الوضع كده برضه حبيتي؟ نفس الوضع، بس انا الكابتن بتاع السباحه قال لي انت جسمك يدي غطس اكتر من السباحه. فدخلت بقى جربت وكده، وكان عاجبني الناس وهي بتنط، فدخلت بقى ودخلت فريق على طول يعني. على طول؟ يعني من اول نطه دخلت فريق؟ يعني شايفني جريئه زي هنا بالظبط، بس يعني دخلت بقى على طول. الكلام والجرأه اللي عندهم جرأه ناس بتنط غطس. صح. قلب قلب جامد، هتنط وهتعمل حركه. قلب ضعيف مش هتعمل حاجه. قلب ضعيف انا وانت هنقعد تحت ونتفرج عليهم زي كده، نقعد نتفرجوا معاك بس لكن هننط من فوق ونقيم ونقعد ننتقدهم ونطلع على ضعفهم. قول لي يا كابتن طارق، هتقول ايه عن النجمات اللي قدامي دلوقتي؟ نجمات مستقبل النادي الاهلي، بقى لهم 3 4 5 سنين ما شاء الله. انا من ساعه ما انا جيت هم عاملين على نتائج طيبه جدا. شاركوا السنه دي برضو وهم اصغر من السن، برضو 17 سنه و18 سنه، لسه ما وصلوش للمرحله العمومي. متميزات جدا، شاركوا في بطوله ايندهوفن مرتين، سافروا مرتين، عملوا نتائج كويسه جدا. بتمنى ان هم اشوفهم في الاولمبيات ان شاء الله، واشوفهم بطوله العالم قبل الاولمبيات، بطوله العالم الناشئين، وبعدين نشوفهم في الاولمبيات ان شاء الله. فتنس وغطس وحاجات كتيره بتحصل عشان نطلع بطل غطس، مظبوط؟ ايه اللي انت ما بتحبوش، ايه اللي بتحبيه في الموضوع ده؟ في الغطس عامه؟ يعني عندي فتنس لازم اتمرن فتنس جامد جدا عشان ابقى لعيب غطس جامد جدا. في ناس تجري من الفتنس تروح تلعب غطس وهكذا. هو لو ما فيش فتنس فمفيش غطس يعني. انا لو ما عنديش فتنس فانا مش هقدر ابقى لعيب الدايفنج. فاحنا لسه ستيل من واحنا صغيرين بنشتغل فتنس، ولحد ما نفضل نبطل دايفنج، وحتى بعد الدايفنج هنفضل نعمل فتنس. الفتنس كده كده مهم في حياتنا غير كده، غير الدايفنج يعني. بس ده هو الفتنس ده برضو بتخشي الجيم وبتشيلي احمال واثقال. عادي جدا. شهد مفيش مشكله بالنسبه لك؟ لا مفيش مشكله. ما هو البنات في مصر بيقول لك اصل ده هيطلع لنا عضلات وبتاع وحاجات كده. لا عادي يعني. ايه؟ لما تلعب غطس فطبيعي تكون قوي. لازم. ما يحصلش عشان ما يحصلش اصابات كتير وكده. الفتنس بتاع الغطس بيختلف عن اي لعبه ولا هو عادي جدا؟ لا هو عادي، بس بيختلف شويه حاجات يعني. قد ايه بتقعدوا في الفتنس ده؟ ممكن ساعه ونص مثلا. ساعتين. يعني. عادي. ما جبتيش ولا مره من فتنس؟ لا. كابتن طارق صغير هو بيلعب كان بيجري على طول من الفتنس عشان تبقى عارف انا بقولها على الهوا. كابتن طارق صغير هو لعيب وانت بتكون في الاهلي كان بيجري من الفتنس. انت بتضحكوا ولا بتكلم بجد؟ هو عارف صح يا كابتن طارق ولا كلام صح؟ ما كانش كان بيلعب بس ووتر بول، ما كانش بيحب الفتنس. قولي لي اهدافنا ايه في المرحله الجايه يا شهد؟ انا عايزه اسافر بره يعني، لسه مش قوي يعني، بس بنحاول نشوف جامعات بره وكده، بس بعد ما اخلص ثانويه عامه ان شاء الله. بس كده. انا نفس الكلام، عايز اسافر بس لسه طبعا مش قادره اخد قوي يعني، لسه انا اصلا ثانيه ثانوي دلوقتي، لسه مش عارفه اخد قوي قرار في الموضوع انه هسيب الدنيا هنا كلها وصحابي واهلي وكده، لسه مش عارفه يعني، بس بنحاول في الموضوع يعني. حسيت ان انا بكلم واحده عندها 40 سنه مش عارفه، مش عارف ليه حسيت ان انت سبتي مصر خلاص وهاجرتي يعني. بالنسبه لي الموضوع مش سهل يعني، عشان انا متعلقه قوي بكل الناس هنا، بس لو شهد سافرت معايا يبقى الموضوع الطف بكتير، لان احنا صحاب قوي فتفضل. واضح ان هما الاثنين شخصيتين قريبين قوي لبعض. واضح ان انا مش هلاقي في المرحله دي كمان سنتين مش هلاقي كله سافر، كله عايز يسافر ما شاء الله. اولا مها عبد السلام هي مثل اعلى ليهم،
هم متابعين كل الخطوات اللي عملتها مها فهم متمسكين بيها. انا بس عايز اتكلم على مها عبد السلام كمان وهي مش موجوده النهارده لكن حقها. اسرع حاجه هنكرهها كانت لها، قالوا لي انت اوفر وقت وحاجات كتيره. اتفضل. تاني مره بتتاهل للاولمبياد، لعيبه مهمه جدا عندي بقى لها سنتين ثلاثه بتيجي ما بتحققش عندي غير ذهب، جيب لنا بطولات. ربنا يكرمها في البطوله الجايه واشوفها احسن واحسن واحسن ان شاء الله، واشوف هنا وشاهد زيها بالظبط يا رب ان شاء الله. كابتن هنا وشاهد كنت نفسي اقعد معاكم اوقات اكتر لكن الموضوع جري معانا بسرعه. نورتيني وشرفتيني والف مبروك على البطوله اللي فاتت. ان شاء الله البطولات من المرحله الجايه. شاهد نفس الكلام مبروك. الله يبارك في اخر حلقتنا اكيد هشكر كابتن طارق الصغير اخويا الكبير ويعني حاجه جميله جدا، ده كان الاهلي. كنت نفسي اساله عن كره القدم وهو شغوف جدا لكن الحلقه جري بسرعه. نورتيني وشرفتيني كابتن طارق. انا بشكرك كابتن خالد اخويا وحبيبي وصاحبي وصديق عمري وهشرف عمري وراجل من الرجال النادرين اللي انا بقابلهم في حياتي. بشكرك كابتن طارق جدا. بشكر جهاز السباحه او جهاز العاب الماء بقياده الكابتن وائل عزت. وفي اخر حلقه نتمنى كلنا لكابتن مها عبد السلام ان شاء الله في الاولمبياد اللي جايه تحقيق ميداليه لمصر في المرحله اللي جايه. شكرا والى اللقاء.